المسيحية في الأردن، إرث، تاريخ وحضارة. هذا كان عنوان كتاب أطلق داخل معرض ضم وجود أكثر من 100 صورة أرشيفية لرعاية البطريركية اللاتينية في الأردن، والصور بيرجع تاريخها للفترة ما بين 1860 و 1960. وثق المعرض جذور الكنائس اللاتينية في الأردن وضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية من شمال ووسط وجنوب المملكة اللي تم جمعها وإعادة رقمنتها. وكمان جمع المعرض صور بتعود لأكثر من 150 عام تم الحصول عليها من الأرشيف التاريخي للبطريركية اللاتينية في القدس وأرشيفات خاصة أخرى. وصور المعرض بتقدم لمحة عن الجمال المعماري والحياة الرعوية والإرث الثقافي اللي بيبرز الهوية المسيحية في الأردن عبر عصور. أما الكتاب فبيحتوي على مزيج من الصور الأرشيفية بالإضافة لصور حديثة للكنائس في الأردن، ويعد هذا الكتاب وثيقة حية للإرث الديني والتاريخي للأردن، بيتكون من 120 صفحة. هذا معرض صور لكل الكنائس القديمة في الأردن بين سنة 1860 و 1960، يعني الكنائس اللي تعمرت من قبل 100 سنة، من 50 سنة مش موجودين بالمعرض. وهدفه هو تعرف معرفة الناس على الإرث الحضري التاريخي المسيحي اللي موجود بالأردن وفي الدول العربية عامة. يعني بداية المسيحية كانت انطلقت من عنا، من بلادنا، وعنا مواقع دينية من أهم المواقع من العالم اللي هي المقدسة زي ما بتعرفي، وفي مواقع تانيين. وإحنا حبينا نعمل هذا المعرض علشان نفرجي الإرث الحضري ونفرجي صور الكنائس، وثبتنا صورهم اليوم مع كل المجتمعات المحلية اللي عايشين حوالين الكنائس. احنا بتزامن هذا المعرض مع اول شيء يوبيل سيدنا الملك عبد الله الحسين المعظم، يعني كتذكار، لانه الاردن من البلاد الرائده بالتآخي المسيحي الاسلامي وبين كل الطوائف اللي موجوده فيه. ثاني شيء يتزامن مع 30 سنه لتاسيس المعهد الملكي للحوار الديني اللي سمو الامير الحسن بن طلال المعظم هو اللي اسسه، والسنه عيده 30 سنه، وعندهم نشاطات جبارة كمان باتجاه التآخي الديني. ويتزامن أيضا مع عيد 30 سنة لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الفاتيكان وبين المملكة الأردنية الهاشمية، وهذه كمان بتدل على عراقة العلاقات بين الأردن والفاتيكان. المعرض مكون من الصور الأرشيفية فقط لا غير، والصور بتبلش من تقريبا أقدم صورة موجودة عمرها قريب 150 سنة من تاريخ اليوم، وطبعا لحد 1860ات، يعني في كنيسة جبل عمان وكنيسة الويبدي مبنية بالستينات، فإحنا وصلنا لتقريبا تاريخ 100 سنة اللي هم من 1860 ل 1960.